اهلا بحضراتكم. ميزان مصر التجاري في عجز شديد وفي اختلال كبير جدا بين الصادرات والواردات. الزراعه والصادرات الزراعيه جزء كبير من الصادرات اللي مصر بتصدرها للخارج، لكن محتاجين تنميه فيها زي ما محتاجين تنميه لكل الصادرات المصريه في مواجهه واردات لا حصر لها وبكميات كبيره جدا. عندنا شغل كتير لازم نعمله، سواء مع المصدرين ان احنا نزل العقبات ليهم، سواء مع الاسواق الخارجيه ان احنا نحاول فتح اسواق جديده، نحاول نعرف طلبات الاسواق العالميه ايه علشان نشتغل عليها. يعني نقط كتيره جدا ممكن نعملها داخليا علشان نزود من الصادرات الزراعيه. النهارده هنتكلم عن الصادرات الزراعيه المصريه ومستقبلها، هل احنا عندنا خطه واضحه للي جاي من الايام، ازاي ممكن ننميها؟ كل ده هيكون من خلال لقائنا النهارده مع الدكتور عادل غندور خبير الاقتصاد الزراعي واللي باع كبير جدا في هذا المجال، مجال الصادرات الزراعيه. اهلا بحضرتك دكتور عادل. اهلا وسهلا. الصادرات الزراعيه بتحتل جزء كبير او لا باس به من الصادرات المصريه الى الخارج بوجه عام، بنركز اكتر على البطاطس وعلى الموالح، لكن عاوزين نوسع الدايره وتشمل حاجات اكتر من كده ونفتح اسواق جديده. الوضع الحالي للصادرات الزراعيه حضرتك بتقيمه ازاي؟ يعني الصادرات الزراعيه عشان نتكلم فيها، احنا من ايام محمد علي لنا صادرات. يعني محمد علي دخل زراعه القطن وده كان اكبر محصول وكان اقتصاد مصر مبني عليه. طبعا احوال القطن نزلت لاسباب كتيره، اهمها ارتفاع الايد العامله وان احنا بنعتمد على الجمع اليدوي. العالم كله النهارده في القطن جمع آلي وزراعه آليه، فبالتالي تكاليف الانتاج اقل والاسعار اللي هي مقدمه لا تكفي للشغل اللي هو اليدوي تحت ظروف ارتفاع اجور العماله. طبعا المحاصيل الثانيه اللي كنا بنصدرها الرز، وبرده لقرارات معينه اتعملت وقف الاستيراد عشان يخفض سعره بالنسبه للمستهلك، ده هيؤدي برده الى ان يبقى فيه عدم اهتمام شويه بالرز، وبرده هيبقى في عندنا عجز ونضطر نستورد عشان نكمل الاحتياجات. يعني ده الرز ده من المحاصيل اللي كانت دول كتيره معتمده عليه زي مثلا سوريا، السودان، بلاد كتيره جدا كان الرز المصري ده بيمثل شيء خلاف الرز اللي هو الطويل الحبه شرق اسيا او اللي هو شرق اسيا. في طبعا محاصيل تانيه الاساسيه احنا بنستوردها، يعني استهلاكاتنا من القمح ومن الذره للصناعات الاعلاف ومحاصيل الزيتيه، احنا نسبه الاكتفاء الذاتي يعني الفجوه الغذائيه احنا 60% من اكلنا بنستورده. يمكن المحاصيل التقليديه بالمقارنه بالمحاصيل عاليه القيمه، الهدف ان احنا بنحاول بقدر الامكان نصدر محاصيل عاليه القيمه ونبدا نستورد مطرحها المحاصيل اللي هي العامه. ابتدينا فتره وقامت هيئات كتيره في مصر هدفها تحقق هدف في الاستيراد، وحققنا اهداف مش وحشه. يعني اما نيجي نقول هو السنه دي عندنا شويه انخفاض في حجم الصادرات، انما حجم الصادرات الخضار والفاكهه الفريش وصل حوالي 2.2 بليون دولار. يعني اما تضربي ده في 8 يعني 16 مليار جنيه مصري. حجم الصادرات الزراعيه فاكهة وخضار فقط، يعني اللي احنا بنتكلم عنه اللي هي الحاصلات الزراعية، والمصنع منها بيتصدر برضو في حدود 3 مليار دولار. فده كله، بس احنا في عندنا خطط طموحة بالنسبة للمحاصيل. يعني يمكن احنا ابتدينا زودنا صادراتنا من محصول زي العنب، انما حصلت حاجات ان الدول مش احنا بس اللي بنفكر في دعم صادراتنا، دول كتيره وبالذات الدول اللي هي نقدر نقول عليها ما هيش دول متقدمه. يعني الصادر كله بتاعنا في الخضار والفاكهه والمحاصيل الزراعيه بيبقى اكبر سوق هو اللي هي الاتحاد الاوروبي، ده نمره واحد. يليها على طول امريكا، بعد كده في دول الخليج الدول العربيه، وبعد كده بقى جنوب شرق اسيا. فده الكل متجه له، فبقت المنافسه كبيره جدا ويمكن الاسعار ما بتعلاش. احنا كان العنب بنقدر نطلعه بدري، الموسم بتاعنا كان حوالي يمكن شهر ونص، النهارده انقرض بقى يمكن حوالي 15 20 يوم الويندو اللي احنا بندخل فيه، فده اثر علينا. وبعدين المنافس بتاعنا مثلا الهند الكواليتي اقل بس السعر اقل، فبقت فيه منافسه. الموالح وصلنا ان احنا بنصدر حوالي مليون، يمكن مليون و2 من عشرة طن السنة دي. حصل بيحصل طبعا اسعار تعلى،
ناس كتيرة جدا تزرع، الأسعار تنزل، ابتدوا يقلعوا، بيحصل فيها عدم لخبطة يعني. فاللي احنا حاليا في لجان تبع المجلس التصديري، وده مجلس معني بزيادة الصادرات، فابتدأنا ندرس وعملوا لجان عشان تشوف ايه ازاي نقدر نرفع الصادرات. طبعا حجمنا او انتاجنا من ثمار الموالح في حوالي 6 مليون طن، بنصدر منهم 1.2 مليون. الهدف دلوقتي ان احنا نزود صادراتنا عن طريق ان احنا ندخل في مجال تاني اللي هو عمل عصاير ومركزات من عصير الموالح، ودي لها سوق عالمي كبير برضو في اوروبا وفي العالم. يمكن اكبر دول بتصدر البرازيل وامريكا فلوريدا، وبتودي كل هولندا عشان السوق الأوروبية فده احنا النهاردة بنحاول ان احنا شغالين في المشروع، في مجموعة شباب شغالة ومستثمرين عرب برضو جايين يدخلوا. طبعا صعوبتها انها لابد في حاجة خاصة باللوجيستيك، خاصة بالتصدير يعني، في يبقى لازم في اماكن الانتاج يعني محطات تعصر، وبعدين تنكات مبردة بعربيات زي تنكات البترول وزي اللي بتشيل الزيت تنقل للمحطات. المواني لازم يبقى فيها فاسيليتي، سيلوس كبيره بتحط فيها السوائل ومراكب، وفي مواني في العالم زي في روتردام في هولندا يعني مجهزه لهذا. فبس لابد ان الدوره دي تكمل، هنقدر نرفع حجم الصادرات بتاعتنا ونزود الدخل القومي. في محاصيل تانيه غير التقليديه اوقف حضرتك هنا ونرجع تاني. حضرتك بتقولي ان دلوقتي السعر يعني هناك عاوزين سعر منافس لان في ناس منافسين لينا، واحنا دلوقتي عندنا انخفاض لقيمه الجنيه بالنسبه للدولار، وده ممكن يكون مفيد بالنسبه للمصدرين. هل ده انعكس ولا لا لما بنفتح اسواق خارجيه؟ والسؤال التاني له علاقه بالتصنيع الزراعي ووجود لوجيستكس علشان نقدر نصرف التصنيع الزراعي ده او نخدم عليه، واحنا دلوقتي بنتكلم عن المشروعات المحيطه بقناه السويس، اقليم قناه السويس، وده ممكن يكون يعني عبر القناه او عبر يعني اي شيء نقدر نصرفه، هل ده يعني بيسترعى انتباه اي من المستثمرين ولا لا؟ وارد يا فندم. يعني حضرتك احنا بالذات في مجموعه شغاله بالتفاوض مع مينا بتاع العين السخنه. مينة العين السخنه زي ما حضرتك عارفه تتبع محور قناه السويس، او يعني ده برضه داخله هي من قبلها يبقى لها مده بس هي تبع اصلا يعني اللي هي ايجار لحكومه دبي. فالفكره كلها ده يعتبر احدث مينا، احنا كنا في زياره له من حوالي اسبوعين، من يعني فاسيليتي بتاعته عاليه جدا واللوجيستيك فيه عاليه جدا والاداره فيه هايله. هناك مثلا عاملين في مصنع بيجيبوا السكر سايب ويعبوه والكلام اللي هو ده، في حاجات تانية إسالة الغاز اللي هو الطبيعي اللي بيجي، فبيجي أعتقد في كونتينرات وبيعبوه وبيطلع منه. يمكن حاجة تانية أعتقد بتوع صناعة الحديد بيجيبوا خام حديد وبيتصنع وبيوفر علينا ان احنا كنا بنستورد هذا الخام. فالمصنع وهو مستعد ان هو يشتغل يعني ابتدى يشتغل برضه، ممكن في جنبه ميناء الادبيه شغال في الزيوت، فده الزيوت دي كلها سوائل زي ده مش هتفيد بس الموالح، انما احنا عندنا في محصول تاني طلع وكان بيحقق مكسب عالي قوي لما بدينا في التصادر، دلوقتي برضه المنافسه الجامده منه ولابد انه يتحول عصاير ويتباع، اللي هو الرمان. الرمان في اوروبا استهلاكه عالي بسبب ان اللون الاحمر اللي فيه مقاوم، او بالنسبه للحاله الصحيه بيبقى يعتبر مقاوم للسرطان، ففي استهلاك عالمي عليه في العصاير بتاعته. انت عارفه النهارده الاتجاه العالمي كل حاجات فيها مواد مضاده للاكسده وبتقلل ضرر السرطان، ففي استهلاك. هنا في مصر حتى مصانع العصير يعني معظم المصانع المحليه ابتدت تصنع وتتودي في السوق عبوات رمان ما كانش موجود، حتى مياه غازية بقت رمان، فدي حاجات النهاردة ابتدت تتشهر، حتى عصاير زي عصاير الفراولة برضو ابتدت تنتج، شركات كتيرة ابتدت تنتج، كل الحاجات اللي هي فيها اللون الاحمر. ميزه بالنسبه لنا ان يكون عندنا تصنيع زراعي، فبدل ما هنصدر الحاجه دي خام ونكسب مره هنكسب مرتين، هيكون في ايدي عامله وتشغيل اللي هي الادد فاليو. ايوه بالظبط، القيمه المضافه. لكن بالنسبه للخارج عندهم اكيد اشتراطات في المصنعات اللي رايحه دي، احنا كمصريين هنقدر نتحكم في يعني مصنعاتنا دي بشكل جيد بحيث تقبل في الاسواق العالميه؟ معظم شركات القطاع الخاص
بتراعي نظام الـ 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 الأمان الحيوي. يعني احنا عندنا مزرعة في الطريق الصحراوي سويت في الدن، في عندنا ما يسمى بالجلوبال جاب، محطة التعبئة بتاخد حاجة اسمها بي ار سي، يعني دي حاجات كلها خاصة بالجودة. احنا بنبدأ نعمل اولا قبل ما بنصدر بندخل في ويب سايت خاص بالاتحاد الاوروبي يحدد ايه الحاجات الاسمده والمبيدات، المواصفات دي ما فيهاش خلاف. بس في اللي هي المشكله الكبيره اللي هي بواقي المبيدات، فدي بتبقى تعمل مشاكل. فدي طبعا بيبقى في مبيدات تستخدم ومبيدات لا تستخدم، في مده بين الرش والجمع اللي هي السيفتي، ولازم بناخد عينه قبل التصدير نتاكد انها سليمه، والمستورد بياخد عينه ويحللها لو في مشاكل تبقى مشكله. فاحنا الحمد لله قدرنا نعمل فيها. انما طبعا اللي هي عمليه الامن النهارده في هيئه سلامه غذاء، واعتقد يمكن يوم السبت في جامعه هليوبوليس عاملين ندوه، في جاي فيها الدكتور اللي هو اعتقد هو الوحيد اللي شغال في موضوع الامن الغذائي، واعتقد في كلام على ان في قانون هيبقى خاص بالامن الغذائي. بس اللي انا بطمنك انها كل المصدرين المصريين اللي عندهم محطات كبيره بيراعوا هذا الجزء. يمكن مشاكل، كنت تسأليني على مشاكل التصدير، احيانا دخول مصدرين صغيرين ما لهمش خبره وعايز يحقق مكسب ما يراعيش هذا، وبتكون نتيجه يودي اولا بيحرق السعر لانه ما بيبذلش الجهد اللي هو عشان يطلع جوده عاليه، وبعدين بيوديها، فبيبقى دبل يعني حاجتين، بيدمر الناس المصدرين الكبار اللي مصاريفهم عاليه واللي بيعملوا الشغل مظبوط، وبيدمر سمعة المنتج المصري. طبعا دي عايزة نوع معين من الآليات بالنسبة للمصدرين يتفقوا فيها. هل ده ما عليهوش رقابة؟ احنا بنعرف انه مثلا في رقابة من الحجر الزراعي على الصادرات وعلى الواردات، هل ده مش كافي للتحكم في المصدرين الصغيرين؟ لا، يعني احنا كان من خلال المؤسسات زي المجلس التصدير وخلافه كانوا بيعملوا عملية ان هو لو شكاوي جات من بره كان بيوقف هذا المصدر، بس كان بيتلاعبوا ان هو يقوم عامل شركه باسم مراته باسم بنته باسم عم، يعني كده بحيث انهم برضو يظهروا في السوق. يمكن هو العلاج في دول معينه حوالينا زي اسرائيل وكده بيبداوا يعملوا شركه واحده للصدر اللي هي اجريسكو، بيبقى فيها الحكومه وفيها اتحاد المنتجين والمزارعين، بحيث كلها بيبقى البلد كلها بتبيع منتجها، فهي بتقدر تتحكم في السعر. انما المشكله بتاعتنا ما بيدخل مجموعات كل واحد عايز ينافس التاني وعايز ياخد نصيب التاني، ويبدا بقى وممكن ما يدقش على الجوده على اساس انه على حساب السعر، فدي بتخلق كوارث ولابد يبقى لها اليه للعلاج. طيب في طبعا هيئه تنميه الصادرات وخلافه، بس بيني وبين حضرتك المصدر هو ادرى، لانه يعني قصدي يعني لو حطيناها كجهاز حكومي ممكن هيبقى الناس اللي بيفتشوا ما عندهمش الخبره. انا ببقى كمصدر عارف ايه الشيء اللي هيتقبل، لان دي سمعتي انا مش سمعه حد، يعني مش محتاج. وبعدين بيبقى لو انا وديت وعملت غلطه مع العميل بتاعي الخطا بتاعها كبير. يعني لو تتخيلي حضرتك ثمن المنتج وثمن الشحن بتاعه احيانا بيبقى اغلى، لو انا احيانا بطلع حاجات بالطياره وبعدين يروح يحوله يعملوا كومبوست، يعني يفرموا ويعملوا سماد على حسابي، فشوفي الخساره بتبقى قد ايه. فلابد ان احنا بنبقى في دقه جامده جدا واحتياط. في شركات كتيره جدا في مصر حققت نتائج وحققنا ارقام كويسه جدا. يعني طيب حضرتك بتقول ان المصدرين الصغار دول عاوزين يدخلوا مجال التصدير، الحكومه ممكن تساعدهم ولا بتتكلم عن كيان واحد حكومي بينهم وبين المصدرين؟ زي ما فهمت، زي ما انا فهمت غلط فيما يتعلق زي اسرائيل، قلت حلت المشكله دي بوجود كيان حكومي، هل وجود كيان حكومي بيجمعهم كلهم ده مش هيكون في منافسه مع مصدرين كبار؟ يعني هل مش لا ده هي الحكومه داخله كشريك على اساس المطارات تبعها، النقل بالطيارات، النقل بالمراكب، عاملين نظام معين اللي هي مراكب تعدي البحر كلها في يومين، يعني تطلع من اشدود لمارسيليا. احنا كنا بنعمل حاجه اسمها الجرين كوريدور بين اسكندريه وشمال ايطاليا، بحيث ان انا بقدر اطلع في 4 أيام 5 أيام. يمكن من ضمن الدول اللي كنا احنا في الاجتماع اللي كان فيه اللي كنا فيه امبارح، دوله زي اللي هي دوله في شرق افريقيا اللي هي جنوب المغرب، اللي هي ناطقه بالفرنساوي، ابتدوا ينتجوا فاصوليا وينافسونا،
لسبب واحد، بيعدوا بالتراكس، بياخدوا الفاصوليا بالتراكس تعدي المغرب وتدخل عن طريق جبل طارق على اسبانيا، وصلت السوق في خلال 3 ايام. احنا بنضطر نستخدم وسائل اكتر، فبالتالي تكلفتنا اعلى. علشان يعني حضرتك بتقول ان دلوقتي لما بيكون في منافسين ممكن الاتجاه للتصنيع الزراعي يحل المشكله دي، ان احنا مش هنصدر حاجه خام، هنصدرها مصنعه، فنبتدي نتغلب. التصنيع بتبقى الريسك فيها، بس هامش الربح فيها اقل من الفريش، يعني الفريش مؤكد بيبقى مكسبه اعلى، بس الفكره يضمن. زي ما بتيجي تصدري طماطم فريش وانك تصنعيها صلصه وتنتجيها، بيبقى هامش الربح فيها مش كبير زي الصادر. احنا كنا اتكلمنا مع حضرتك قبل كده على موضوع استصلاح المليون فدان والمشروعات الكبيره دي، وقلنا انه يعني اعتقد ان الحكومه هتعجز لوحدها انها تقوم بهذه المشروعات، ولابد من تواجد القطاع الخاص والمستثمرين. فكره ربط بقى الانتاج في هذه الاراضي، ان واحد مستثمر يدخل بانتاج حاصلات زراعيه ممكن خضر وفاكهه او غيره قابله للتصدير، ويكون في مصنع ملحق كمان ضمن هذا المشروع يعمل على التصنيع الزراعي ثم نصدر، هل دي فكره اقتصاديه ممكن تكون في صالح بقى الاستزراع للمليون فدان في هذه اللحظه؟ هي اوريدي الاجتماع بتاع امبارح اللي انا قلت لحضرتك عليه في ده استكمال، يعني في كان ثلاث ناخد فكره عنه يا فندم الاجتماع. هو كان في 3 مشروعات قبل كده، في مشروع شمس ده كان ماسك صغار المزارعين من الجيزه لغايه اسوان. بعد كده كان في حاجه اسمها سلسله اللي هي حاجات سلاسل برضو تبع نفس المشروع، ده مشروع اسمه امل، ده احدث واحد، ده 3 سنين وابتدا فيه حاجتين. ابتداوا في خدوا ناس من مركز بحوث زراعيه زي الدكتور سويرس موجود، وابتدأوا يزرعوا حاليا فاصوليا خضراء تتصدر. هناك بقى في جمعيات كلها صغار زراع اللي عنده فدان و2.5 فدان، عاملين كيانات كبيرة هم اللي بيتعاملوا مع هذا. جمعية هي دخلت بشيء معين، عملنا في الأقصر محطة تعبئة اللي كان زارها رئيس الوزراء محلب من فترة، فدي برضو انها بنبدأ نشغلها، اشتغلت في الفاصوليا، اشتغلت في العنب السنة فاتت، عايزين شغلوها في الكنتالوب، محاصيل كتيره جدا، وفيها اللي شغالين فيها كلهم مؤهلات عاليه من هناك، وكان طوابير الناس اللي هي عايزه تشتغل، ورحت انا بنفسي وقابلت وعملنا ميتنج معاهم، حاجه مشرفه. فده الكيان انك انت بتعتمدي على انك انت هدفهم صغار الزراع. صغار الزراع اولا هيدي فرص عمل، لان كل زراعات تصديريه بتحتاج عمل، يعني الفاصوليا جه معاها والفرز بتاعها في المحطات التعبئه، الكيانات اللي هي عشان تصدير والتعبئه وانها تطلع بالطياره او تطلع بالكونتينرز، كل ده بياخد شغل وعمل، قيمتها المضافه عاليه على الاقتصاد المصري. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده، يعني مثلا القمح، القمح ثمن الطن بتاعه في الصادر حوالي 450، وما سمعت عنه انها في السعر بتاعه في السوق العالمي نزل، ما اعرفش نزل في كام، يمكن 300 دولار. اقصى حاجه هتقدري تاخديها من الفدان 2 طن 3 طن، لو قلنا 3 طن في 300 دولار يعني 900 دولار. اما بتيجي تصدري عنب ولا موالح ولا فاصوليا، بنتكلم عن 2 دولار و3 دولار للكيلو، والطن والفدان بيطلع له 7-8 طن، فاحنا بنتكلم عن 13,000 دولار. علاوه بقى على انها بتدي فرص عمل كتير. يعني الزراعات اللي هي المحاصيل عاليه القيمه بتبقى قيمتها عاليه. ويبقى برضو الفايدة بالنسبة للمية، احنا المية عندنا بنهدرها، يعني المفروض متر المية ده بيجيب كام دولار ويدي كام فرصة عمل، وده الكلام اللي هو الصح. فالفكرة كلها هنا انها تعاون بين جمعية هي، جمعية هي دورها في التصدير انها حاجتين، انها ده اتحاد من المنتجين بتوع الفاكهة بتوع الصادر، فيها مجالس متخصصة، يعني انا في هذه الجمعية رئيس مجلس محصول النخيل، هدفنا دلوقتي محصول نخيل يدخل كمحصول تصدير جديد في المنطقة، في دولتين بينتجوا النخيل للتصدير، الأردن وإسرائيل. أمريكا بتنتج النهاردة، راحوا فيه في بلاد في أفريقيا العرب وبينتجوا. النهاردة الأراضي المستصلحة ابتدى يتوسعوا قوي في زراعة النخيل، يعني شرق العوينات الجيش زارع، أبو العينين، في الواحات البحرية، في الفرافرة، في الأقصر أسوان، في اصناف معينه بالذات اللي هي المجدول والبرحي لهم
قيمة تسويقية عالية جدا والدخل، وبعدين بتدي فرص عمل للشغل وهيبقى محصول جديد. مصر هي تعتبر كانت من سنتين ثلاثة أكبر دولة في إنتاج التمر اللي هو البلح، بس الصادرات منه معدومة. يعني احنا بنصدر العجوة اللي هي من الواحات لأسواق درجة ثالثة اللي هي مثلا أندونيسيا والبلاد، إنما السوق الأوروبي بيحتاج أصناف معينة بطرق معينة. أمريكا بتنتج وتصدر للإمارات صنفين، المجدول والبرحي. الدول العربية كلها بتنتج البلع عشان تاكله، ما عندهاش خطط للتصدير. إنما فإحنا النهاردة بنحاول من خلال المجلس والأعضاء إن إحنا نعمل نحول المحصول ده، لأن لازم تطلعي البلح بطريقة معينة، بتعوز خف، تلقيح مظبوط، جمعة مظبوط، بوست هارفست، معاملات مع بعض الحصاد. وكان الجمعية هي الآلية بتاعتها، في عندنا خبرة بنجيبهم من أمريكا ومن بلاد اللي فيها النخيل، وبنروح رحلات. في رحلة راحت أمريكا وراحت أريزونا وراحت كاليفورنيا بحيث إنهم يشوفوا المزارع الحديثة زي بتدار اللي فيها ميكنة، وفي نفس الوقت بنبدأ نخلق كوادر في الجمعية تخدم المزارعين الجداد. احنا فرصنا يعني اي اسواق المفروض نستهدف، اي اسواق هتكون لنا فيها فرص واعده، واي محاصيل لابد من التركيز عليها اكتر. والله السوق اللي هو كلنا بنشن عليه هو الاتحاد الاوروبي، يليه على طول البلاد العربيه. يعني حضرتك مثلا بنتكلم عن موالح مليون طن، البلاد العربيه تقريبا 70% من صادراتنا للبلاد العربيه بالذات البذور. بعد كده هو في اصناف، في اصناف تانية زي البطاطس مثلا يمكن بتبقى اكبر صادرات لنا من روسيا وبعض بلاد في اوروبا. وانما الاسواق كبيره ولازم نفتح ولازم ندخل محاصيل جديده ولازم يبقى فيها، سواء ان احنا بنودي بتاع فريش طبعا في التصدير، كمان في حاجات تانية كتيره جدا. وكان في بعض شركات ابتدت فيها ووقفت، في حاجه اسمها الفريش كات اللي هي انك تعملي سلطه فواكه، تقطعي الفاكهه وبتبقى رايحه لها عمر معين تطلع بالطيارات بس بتتباع تروح على طول على السوبر ماركت ولها سعر عالي. في برضو السلطه خضار اصناف معينه تتخرط وتتعمل. في طبعا اللي هي الفاكهه والخضار المجمد، يعني في ناس كتيره، في شركات كتيره في مصر شغاله على الخضار والفاكهه المجمد وبتطلع زي الفراوله وزي اصناف خضار كتير بسله ومش عارف ايه. فالفرص كتيرة جدا، بس لابد من عمليات تنظيم، تحسين اللوجيستيك. واعتقد الحكومة في القايمة بيه حاليا بالنسبة لتطوير الطرق والمخاطر عليها، المحاور الجديدة اللي بتعمل. يعني يمكن المحور الجديد اللي هو الدائري الجديد ده خطير. يعني لما كنا في اللي هو المينا بتاع العين السخنة، الخرطة حطيناها قريبة من، فتقدري ما تدخليش بقى، تدخلي على جميع المواني يعني قريبة من مواني اسكندرية ومواني البحر الأحمر. ففي النهاردة بنية أساسية تيالي بإذن الله هتشجع عدد كبير جدا من المستثمرين. طيب بالنظر لإمكاناتنا الموجودة دي، سواء دلوقتي سعينا لشبكة طرق أو لمواني أو غيرها، وإمكانياتنا في الإنتاج، ويعني هل احنا في المكان الصح في التصدير، ولا احنا ممكن نبقى افضل من كده بكتير؟ يعني احنا عندنا امكانات معينه في ظل الامكانات اللي متاحه حاليا. لا احنا ممكن نبقى كويس قوي، بس اللي انا عايز اقول لحضرتك حاجه، عمليه التصدير ده موضوع حي يعني بيتغير، يعني ممكن يتزايد مع الزمن ويتغير المحاصيل. بدايه الصادرات كانت في المحاصيل ايام عبد الناصر كانت للروس، وكانت بحاجه اسمها الدولار الحسابي، فكنا بنبعت لهم برتقان يمكن اخضر ما فيهوش يعني، وورد وحاجات كتيره جدا كان صادرات. انما النهارده السوق اتغير، حتى روسيا لها مواصفات في اللون والسكر، نسبه السكر، نسبه الحموضه، يعني فيها حاجات اساسيه بحيث السوق اختلف. كنا احنا يمكن محدودين، النهارده دول كتير، الهند والدول اللي ما كانتش زمان لها تقل فبقى بتدخل، وحتى الدول الافريقيه دخلت. يعني اكبر ناس بينافسونا كينيا، شوفي كينيا كدوله ايام عبد الناصر كانت ايه، ولا حاجه. النهارده بينتجوا زهور قطف وبيصدروا، في حاجات كتيره جدا الفرص عاليه.
يعني هل نقدر نقول ان احنا بنتكلم مثلا عن السياحه، بنتكلم عن قناه السويس، عن تحويلات المصريين من الخارج، هل ممكن نقول ان صادراتنا من الخضر والفاكهه وغيرها ممكن تكون مورد اساسي من موارد العمله الصعبه في ظل الاحتياج ده؟ ابتدينا بننمو فيها ولابد يبقى لنا خطه طموحه لكل حاجه، ان احنا وندخل اصناف جديده، وده اللي احنا عاملينه بحيث انها. بس طبعا السياحه مصر على فكره، السياحه دي بالنسبه لنا مصر فيها يعني كنوز العالم، يعني سياحات عشان بتوع شمال افريقيا شمال اوروبا انهم يجوا الغردقه وشرم الشيخ والدايفنج وخلافه، عندك الاقصر واسوان بالاثار، القاهره الفاطميه فيها اثار لكل شيء، فيعني فيها نقدر نقول اكبر بلد فيها اثار. بس الظروف سواء اللي هي فيها اللي احنا بنمر بيها ربنا بيعديها على خير، انما طبعا دي لا يوازيها حاجه لو نجحت. يعني في دول زي اليونان ما فيهاش موارد طبيعيه كتير، كل ثروتها من السياحه، قبرص يعني في دول كتيره السياحه دي عامل مهم، انما الصادرات الزراعيه هي الاساس. يعني في فرق بين ان انا بقول والله انا بعمل سياستي ان انا اسد الفجوه الغذائيه، ده اشاعه كبيره جدا لسبب واحد، احنا بسم الله ما شاء الله عمالين نزيد بعنف، يعني الساعة السكانية اللي هي محطوطة في مدينة ناصر دي يعني هنعدي 90 غير اللي بره، وبنزيد كل سنة 2.7 مليون يعني زي دولتين من دول الخليج. الأرض ضاقت علينا، بقت مشاكلنا زي ما قلتي البنى وخلاف، الحل بتاعنا هو محاصيل عالية القيمة بتغير وتدي فرص عمل، وإلا هنبقى في ضياع. يعني مش بس كمان الدخل، إنما بتخلقي كرييت، يعني عشان تنتجي فرصة عمل في مجال الصناعة محتاجة استثمارات من 80 ل 120 ألف جنيه، في الزراعة 6-7 آلاف جنيه تدي فرصة عمل في السنة، يعني استثمار في الزراعة. فهي دي اللي احنا بنركز عليها لخلق فرص عمل. نمرة اتنين، الدخل اللي داخل هيزود مع الدخل، مش هو طبعا صعب ان هو نقدر نقول ان هو زي السياحة والصناعة لازم تلعب دور، بس الحاجة الوحيدة اللي هي يعني مستقرة قوي هي الزراعة، صادرات زراعية، لأن البشر في العالم مش عندنا في مصر بس بيزيدوا، فبالتالي استهلاك الأكل محتاجين غذاء. إنما لو أنت بتقولي دول الصناعية لما بيحصل حالة ركود زي اللي حاصلة دلوقتي في أوروبا بتلاقي استهلاك الحاجات الصناعية تقل وتبدأ مصانع تفلس والدول تعاني، إنما الدول اللي هي لها استابيليتي هي الدول الزراعية زي أمريكا، استابيليتي بتاعتها مش في الصناعة إنما في الزراعة. الدول الصناعية زي ألمانيا وزي اليابان وكده أكتر دول تعاني لما بيحصل فيها مشاكل في الصناعة. أنا بشكر حضرتك دكتور عادل، وبشكر وجود حضرتك معانا، والنهارده اتكلمنا عن موضوع يعني مختلف عن الموضوعات اللي بنتكلم عنها كل مرة، وموضوع مهم أزعم يعني، فأرجو الاهتمام به من قبل الجهات الحكومية في الأيام اللي جاية. بشكر دكتور عادل غندور خبير الاقتصاد الزراعي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. وشكرا لكم أعزائنا المشاهدين، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة ومجموعة أخرى، إلى اللقاء. مصر الزراعية، تعال نخلي الدنيا خضراء.